طيب بنبدأ زي ما احنا متعودين دايما أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث التي حدثت بالأمس. يمكن أبرز هذه الأخبار اعتماد مجلس الوزراء لعدد من قرارات اللجنة الوزارية بخصوص تسوية منازعات عقود الاستثمار. في برضو عندنا خبر خاص بأن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي لمنظومة التأمين الكيميائي لإحدى وحدات المنطقة المركزية. ده بالإضافة أن أكاديمية الشرطة نظمت احتفال بمناسبة تخريج دورات تدريبية لعدد من المتدربين الأفارقة. تعالوا نتابع هذا التقرير. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها اعتماد مجلس الوزراء عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وده في ضوء توجه الدولة لإنهاء المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وضخها في الاقتصاد المصري. مع خلق بيئة مواتية للاستثمار وكمان حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية على كافة الأصعدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كافة المستويات، ونفذ ده إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائي المتطورة، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. امبارح نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تنظيم أكاديمية الشرطة احتفال بمناسبة تخريج دورات تدريبية لعدد من المتدربين الأفارقة ودول الكومنولث في بعض المجالات، أبرزها مكافحة المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب الدولي وتأمين المنشآت وحراسة الشخصيات، وده بمقر مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. يمكن من أهم الأخبار اللي احنا تابعناها في التقرير ده هو اعتماد مجلس الوزراء لعدد من القرارات الخاصة باللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. يمكن ده قرارات بتكون هامة، قرارات صائبة تحديدا علشان يكون في أفاق متكافئة في إنهاء المنازعات الاستثمارية تحديدا، واحنا بالنادي وبنطالب بيه جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. عمر ما هيبقى فيه مستثمر بيجي وهو عارف إن في أوضاع غير مستقرة للمستثمرين اللي موجودين بالفعل في مصر من منازعات وتحكيم دولي. ففكرة اللي انت يكون في تسوية ودية أولا بتحافظ على الاستثمارات اللي موجودة، بتحافظ على الاقتصاد والتبادل التجاري اللي موجود ما بين الدول. يمكن ما بين القرارات اللي تم اعتمادها بالأمس كانت تسوية خاصة بشركات أو شركة هولندية وأيضا أخرى إيطالية، فده أنت بتحافظ على العلاقات التجارية والتبادل التجاري اللي موجود ما بينك وما بين الدول دي أولا، لأن في النهاية هو المستثمر اللي موجود هو بيمثل الدولة التابع ليها مش بيمثل شركته فقط. فدي أول حاجة. تاني حاجة اللي أنت بتحافظ على ما هو متواجد بالفعل لديك وبتدي رسالة طمأنينة ورسالة أمن واستقرار بأن الأجواء الاستثمارية في مصر موجودة. يا جماعة تعالوا هنا، مفيش أي منازعات بتكون موجودة، وفي حالة وجود منازعات بيبقى في لجنة وزارية تابعة لإشراف رئيس الوزراء مباشرة لتسوية هذه المنازعات. ولو بنتكلم على اللجنة الوزارية دي فقراراتها بتكون تابعة لإدارة التحكيم والمنازعات الدولية في وزارة العدل وبإشراف مباشر من المستشار عمر مروان وزير العدل لحل وسرعة إنهاء هذه المنازعات اللي موجودة. فدي خطوة يعني من الخطوات الإيجابية اللي أصبحت موجودة في مصر تحديدا يعني فيما يخص الاستثمار علشان نشجع يعني مستثمرين جدد وجذب رؤوس أموال جديدة. طيب خلونا نروح ونستعرض مع حضراتكم جولة المحافظات لأن في مجموعة من الأخبار والموضوعات الهامة اللي حصلت امبارح في المحافظات. من بين الأخبار دي إطلاق مبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية، وده في إطار الاستعدادات لمؤتمر كوب 27 الخاص بالتغيرات المناخية وانطلاق كمان فعاليات المشروع القومي الخاص بصناعة السينما ابدأ حلمك في محافظة
الإسماعيلية. خلونا نروح لموضوع آخر وهو خاص بتنفيذ 980 وصلة مية في عدد من القرى في بني سويف، وبالإضافة لأخبار تانية هنتعرف عليها بالتأكيد في هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها إطلاق مبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية، وده في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية والاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي COP27. في الإسماعيلية شهد قصر الثقافة انطلاق فعاليات المشروع القومي لصناعة السينما ابدأ حلمك، السينما بين إيديك. المشروع بيستهدف تأثير دراسة السينما وفنونها المختلفة للراغبين في دخول مجال الفن السينمائي. في بني سويف قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتوصيل 980 وصلة مياه بعدد من القرى، من بينهم قرى باها والسعدنة وحجر بني سليمان وسنور وبياض العرب. في الغربية تفقد المحافظ الدكتور طارق رحمي أعمال رصف طريق طنطا بسيون بطول 23 كيلومتر وبإجمالي تكلفة 100 مليون جنيه. المشروع بيبدأ من الطريق الزراعي مروراً بقرية برمة بمركز طنطا وقرية كفر العرب التابعة لمركز كفر الزيات وحتى منطقة التنظيم بمدينة بسيون. في مطروح انطلق سباق الهجن التنشيطي الأول بمضمار قرية بؤبؤ زاوية الأجداب التابعة لمركز ومدينة السلوم بمشاركة ما يقرب من 405 هجن. في الدقهلية تم استلام الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. في الفيوم تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظ وإحدى الجامعات الخاصة لتطوير وتنمية قرية موسى مزار بمركز يوسف الصديق بقيمة 3 مليون جنيه كمرحلة أولى، وكمان التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ الهوية البصرية بعموم المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة نجاح حملة طرق الأبواب في تطعيم 500,000 مواطن ضد فيروس كورونا بجميع أنحاء المحافظة، وده من وقت انطلاق الحملة في 25 سبتمبر اللي فات. في البحيرة قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بمتابعة أعمال رصف طريق جسر ترعة الرشيدية اللي بيربط بين الموقف الجديد ومحور الصرفي بمدينة رشيد بطول 2 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 3 مليون و787 ألف جنيه.